الأعزاء في كل مكان، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير. مشاهدينا متابعينا الكرام، نرحب بكم مجددا بعدما توقفنا لأداء فريضة صلاة العصر، متمنين من الله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. متابعينا الأعزاء في كل مكان، انطلاقة شوطنا السابع للأبكار الثنايا، ومن مسافة 8 كيلومترات متابعينا الأعزاء انطلقت الأسماء واندفعت الشعارات على أرضية هذا الميدان. نتقدم مباشرة مع المركز الأول، أرى فوج مع المركز الأول من تتقدم بشعار هجن الشحانية، سالم بن فاران المري في عملية التضمير. الذابي من يقدم لنا فوج مع المركز الأول، ولكن تغير المركز الأول، غيرت الوذنة، غيرت مع المركز الأول هجن الشحانية. جابر بن سالم بن جابر بن فاران الشبل من يقدم لنا الوذنة، من غيرت مع المركز الأول. المركز الثالث وصلت فيه الشرود مع المركز الثالث لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني راشد بن حمد بن علي المدهوشي، من يقدم لنا الشروط مع المركز الثالث. رابع الأسماء، رابع التحديات، وصلت غزلان مع المركز الرابع، هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية، من يقدم لنا غزلان مع المركز الرابع. وخامس الأسماء من نختتم بها النداء، وصلت ذهوب مع المركز الخامس، هجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران الشبل يقدم لنا ذهوب مع المركز الخامس. متابعينا مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، نتيجتنا للخمسة المراكز المتقدمة، ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية ومع الصدارة. من تنطلق مع المركز الأول؟ الوذنة مع البداية، هجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران، ولكن فوج غيرت مع الصدارة، هجن الشحانية سالم بن فاران المري. الذابي يقدم لنا فوج مع المركز الأول، المركز الثاني الوذنة، المركز الثالث الشروط بشعار سعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني راشد بن حمد بن علي المدهوشي، من يقدم لنا الشروط مع المركز الثالث. المركز الرابع غزلان مع المركز الرابع، هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية، من يقدم لنا غزلان مع المركز الرابع. المشاغب من يقدم لنا غزلان مع رابع الأسماء. خامس التحديات، خامس الأسماء، وصلت ذهوب مع المركز الخامس بشعار هجن الشحانية، جابر بن سالم بن جابر بن فاران الشبل يقدم لنا الذهوب مع المركز الخامس. ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع من غيرت وانطلقت واستلمت زمام الأمور. الوذنة مع المركز الأول ومع البداية، هجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران الشبل يقدم لنا الوذنة مع المركز الأول ومع البداية، ولكن الذهبي قادم مع ثاني الأسماء. من يقدم لنا فوج؟ هجن الشحانية سالم بن فاران المري، الذهبي في عملية التضمير. من يقدم لنا فوج مع المركز الثاني؟ المركز الثالث الشروط مع المركز الثالث بشعار سعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني راشد بن حمد بن علي المدهوشي، من يقدم لنا شرود على ثالث الأسماء. رابع التحديات، رابع المنطلقات، غزلان مع المركز الرابع، غزلان مع رابع الأسماء. من تتقدم بشعار هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية، المشاغب يقدم لنا غزلان على رابع التحديات. خامس المراكز وصل الذهوب، هجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران، من يقدم لنا هذا الاسم المميز، ومن يقدم لنا ذهوب مع المركز الخامس. ولكن متابعينا مشاهدينا الأعزاء، أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية ومع الصدارة. الوذنة مع المركز الأول، الوذنة مع البداية، هجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران، من يقدم لنا الوذنة الشبل يقدم لنا الوذنة مع المركز الأول، متحكمة ومتسيطرة مع البداية ومع المركز الأول. ثاني الأسماء، ثاني التحديات، فوج مع
المركز الثاني، فوج مع المركز الثاني. هجن الشحانية، سالم بن فاران المري الذابي يقدم لنا فوج مع ثاني الأسماء، ثالث التحديات من تتقدم مع المركز الثالث، وصلت فيه مع ثالث الأسماء غزلان، غزلان مع المركز الثالث. هجن الشحانية، محمد بن خالد بن عبد الله العطية المشاغب يقدم لنا غزلان مع المركز الثالث. المركز الرابع وصلت فيه برابع المراكز، تتقدم الشروط لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني راشد بن حمد بن علي المدهوشي في عملية التضمير. من يقدم لنا الشروط مع رابع التحديات؟ خامس الأسماء، خامس المراكز، وصلت ذهوب، ذهوب مع المركز الخامس. هجن الشحانية، جابر بن سالم بن جابر بن فاران، وصلت الشعارات، وصلت الأسماء، وصل المتحدين. ولكن أعود، أعود مع البداية، أعود مع الصدارة ومع المركز الأول. الوذنا مع المركز الأول، الوذنا مع البداية ومع الصدارة. هجن الشحانية، جابر بن سالم بن جابر بن فاران الشبل يقدم لنا الوذنا مع المركز الأول ومع البداية. ثاني الأسماء، ثاني التحديات، فوج مع المركز الثاني، فوج مع المركز الثاني. هجن الشحانية، سالم بن فاران المري، من يقدم لنا فوج مع المركز الثاني والمركز الثالث؟ وصلت فيه غزلان، غزلان مع المركز الثالث. هجن الشحانية، محمد بن خالد بن عبد الله العطية، من يقدم لنا غزلان مع ثالث الأسماء. رابع التحديات ورابع الأسماء، من تحمل رقم أربعة؟ وصلت الشروط لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني راشد بن حمد بن علي المدهوشي في عملية التضمير. من يقدم لنا الشروط مع المركز الرابع؟ ولكن القادمة مع خامس التحديات، تتقدم ذهوب، ذهوب مع المركز الخامس. هجن الشحانية، جابر بن سالم بن جابر بن فاران، من يقدم لنا ذهوب مع المركز الخامس. ووصلت الشعارات، وصلت الأسماء، وصلوها للطلايب مع المراكز المتقدمة. ولكن أعود، أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية ومع الصدارة. من تتقدم الوذنة؟ الوذنة لا زالت مسيطرة ومتحكمة بزمام هذه الأمور. الله يا الشبل. هجن الشحانية، جابر بن سالم بن جابر، من يقدم لنا الوذنة؟ شبل المضمرين يقدم لنا الوذنة مع المركز الأول. ثاني الأسماء، فوج مع المركز الثاني، فوج مع المركز الثاني بشعار هجن الشحانية. سالم بن فاران المري، من يقدم لنا فوج؟ الذابي مع المركز الثاني والمركز الثالث. تتقدم في ثالث الأسماء وثالث التحديات. الله يا غزلان، 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 غزلان. هجن الشحانية، محمد بن خالد بن عبد الله العطية، من يقدم لنا غزلان مع المركز الثالث. المركز الرابع وصلت ذهوب، ذهوب مع المركز الرابع، وصلت بشعار هجن الشحانية، جابر بن سالم بن جابر بن فاران. ولكن أرى القدوم، أرى التدخل، أرى الانطلاق من قبل أساطير، أساطير، أساطير. هجن الشقب، سعيد بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني، من يقدم لنا أساطير ويضمر لنا هذه النوعية الجيدة مع المركز الخامس، مع المركز الرابع. المركز الخامس تتقدم فيه غزلان مع المركز الخامس. هجر الشحانية، محمد بن خالد بن عبد الله العطية مع خامس الأسماء. ولكن أعود، أعود مع البداية، أعود مع الإثارة، أعود مع المركز الأول. الله، الله يا المركز الأول. الوذنا مع المركز الأول، الوذنا مع البداية. هجن الشحانية، جابر بن سالم بن جابر بن فاران، من يقدم لنا الوذنا؟ الوذنا، 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 صاحبة رمز العمانيات في سباق سمو الأمير العام الماضي في سن الأجداع. الوذنا مع المركز الأول، صاحبة عوايد، صاحبة رموز. الله يا الوذنا مع المركز الأول، الوذنا
أخذنا مع البداية ثاني الأسماء، ثاني التحديات وصلت فيه في ثاني الأسماء تتقدم فوج هجن الشحانية سالب بفران المري مع المركز الثاني الذهبي يقدم لنا فوج أساطير مع المركز الثالث هجن الشقب سعيد بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني مع المركز الثالث والمركز الرابع تتقدم في رابع الأسماء وصلت ذهوب هجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران من يقدم لنا ذهوب مع المركز الرابع والمركز الخامس تتقدم في خامس الأسماء وصلت وجود وجود من موجود بشعار هجن الغرافة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي المدهش يقدم لنا وجود مع المركز الخامس ولكن أعود مع صاحبة الإنجازات صاحبة العوايد صاحبة البطولات صاحبة الرموز الوذنا مع المركز الأول الوذنا مع البداية الله يا الشبل من يقدم لنا الوذنا شعار هجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران من يقدم لنا الوذنا 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 مع المركز الأول ومع البداية صاحبة عوايد صاحبة إنجازات ولكن حذاري 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 أساطير مع المركز الثاني أساطير مع المركز الثاني هجر الشقب سعيد بن عبد الهادي بن علي الشهواني من يقدم لنا أساطير مع ثاني الأسماء ثالث التحديات تتقدم فوج فوج مع المركز الثالث ولكن أعود مع الكيلو الأخير كيلو المثير كيلو الحماس كيلو حبس الأنفاس الله يلوذنا هجن الشحانية الشبل يقدم لنا الوذنا الوذنا مع المركز الأول أساطير مع المركز الثاني هجن الشقب سعيد بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني من يقدم لنا أساطير الوذنا أساطير الوذنا أساطير اللحظات الأخيرة الأمتار الأخيرة ولكن الوذنا 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 مع المركز الأول الوذنا مع البداية الوذنا مع الصدارة حافظ عليها حافظ عليها ما شاء الله على هذا الأداء أساطير الشقب أساطير الشقب الله الوذنا ولا أساطير الوذنا ولا أساطير اللحظات الأخيرة الأمتار المثيرة أساطير الوذنا الوذنا أساطير أساطير الشقب هجر الشقب هجر الشقب في هذا المساء المثير أساطير 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 وبالفعل أسطورة ما شاء الله على هذا الأداء على هذا التميز على هذا الإبداع أساطير الشقب تنتزع هذا الشوط ومشكور يا سعيد مشكور يا سعيد بن عبد الهادي الشهواني من قدمت لنا أساطير في هذا الشوط المميز تهانينا والناموس لهجن الشقب سعيد بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني من قدم لنا أساطير وانتزعت هذا الشوط المركز الثاني وصلت الوذنة هجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران المركز الثالث وصلت ضي هجن الشقب سالم بن جابر بن محسن المري المركز الرابع وصلت فيه الريهجان هجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران المركز الخامس المركز الخامس زبارة هجن الشحانية تانينا والناموس متابعينا الأعزاء لهجن الشقب على فوز أساطير من انتزعت هذا الشوط سعيد بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني من قدم لنا أساطير وانتزعت هذا الشوط بتوقيت مميز 12 دقيقة 47 ثانية 12 جزء من الثانية تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني ثاني الأسماء وصلت الوذنة الوذنة بشعار هجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران توقيت زمني 12 دقيقة 52 ثانية 13 جزء من الثانية تهانينا والناموس المركز الثالث وصلت فيه ضي مع المركز الثالث هجن الشقب سالم بن جابر بن محسن المري توقيت زمني 12 دقيقة 54 ثانية 65 جزء من الثانية تهانينا والناموس متابعينا الأعزاء لجميع الفائزين.